جينا مصطيف ولا بلاج هذه رائعه، وزدنا جينا مع تاعنا هذا المرشد السياحي هذا، ولا بلاج هذه دائما نجيوها محترمه وناسها طيبين والحمد لله. يعني نجيو نحيو ديك الروح، الاولاد يلعبوا مسرحين، لعبات هنا منظمين. سعد قبان داس غردا ملبون وفيها كلش باهين، شط البحر العاليت لي باراسول باهين رخصين، حمايه مدنيه بيان، الماكله كريستور كلش رخص باهي. بلان جات كواسي ما شاء الله، كاين الغاشي تبان الله يبارك، النظافه صافا، الغاشي لا، الامكانيات البري ثاني العالي، البري كلي ريستور والقهوي، يعني ما شاء الله ولا غير ما شاء الله الحمد لله. معنا من مدينه العلمة، كل صيف نجيو هنا والحمد لله. بلاج الله يبارك، النظافة، السعر الله يبارك ما تهدرش، والحمد لله ولفنا على البلاصة هذه وكلش عبادها ناس ملاح. دايري فامي نرحب سي سن ما شاء الله. لي ميتراجو نو كماسي لي ميتراجو جوست لي توني راس دوينا اكني تندي الشعب ويصحاب ملبون خدمنا ان شاء الله. هذا الافتتاح الرسمي ستكون فيه مديريه الشباب والرياضه حاضره بقوه من خلال نشاطات ثقافيه متنوعه ونشاط تعبر عن الموروث الثقافي لولايه بجايه، وكذلك هناك يعني جانب رياضي مهم يعبر عن النشاطات الرياضيه التي يمتاز بها شباب ولايه بجايه. اما فيما يخص التحضير اللوجستيكي لهذا الحدث، نحن نقوم يعني يوميا تقريبا بعمليه مراقبه لبيوت الشباب التي لديها وظيفه انها تسهر على تنظيم تبادل الشباب خلال فتره الصيف، حيث ان ولايه بجايه لديها اكثر من او تسع مخيمات او تسع بيوت شباب، فيها مخيمين للشباب. هذا المخيمين سوف يكون يعني تحت وصاية الوكالة الوطنية لتدعيم نشاطات الشباب لانار.